good assist as well, just pulling it back towards the goalkeeper, scrambling across to his right-hand side. Pedri with a good finish, not an easy one. Well, to finish that off past his former teammate. So Madi had a fin, had a Muslim, what had a Pedri! Pedri أمامنا هنا. بدري يسجل في هذه اللقطة. شوف أمامنا مونيايين النهاردة اللي بيعتمد عليهم وادي الحارس المرمى اللي أخطأ في اللقطة وممكن التعادل أمامنا، لكن الرأس اللي أعادت الكرة هي اللي تستعصي أوناي سيمن أمامنا هنا في هذه المباراة 17 مشاركة ويسجل بدري التعادل هنا بضربة رأسية. مونترامو دي لا بريميرا بارتي. ولا باس مودي. انتر بار بدري بور لو بارسا. ميسي Dembélé et Pedri, le trio pour le deuxième but. 1-0. Oui, mais voilà, pour que... Ansu en el lateral, la pone para Jordi, Jordi saca el centro, Íñigo Martínez despeja, le cae a Alves. Alves, el balón para Pedri, no, gol, 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 gol. Qué partido. Gol de Pedri, que manda el partido a la prórroga. En el 92 y medio. No se lo pueden creer. Aparece la camiseta con 100 partidos de manos de Rafa Marañón. Y un Barça que muy pronto en el minuto 1 se ponía por delante gracias al gol de Pedri. Centro de Jordi Alba. Y el remate del jugador del Barça. Que pudo ampliar diferencia con este golpeo de Adama Traoré que choca en el... Pedri with a chance, it's Pedri for Barcelona, and it is a brilliant goal of patience, skill and precision. مر غافي تقدم تمريره جول الله 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 فتر فتى برشلونة الذهبي هنا يسجل يتقدم سون والتصويب الله وفد فران والتسديدة تاتي لكن بعيدة يا ليفانتي كرة واعدة خطيرة هنا تاتي العرضية ديمبلي يبحث عن المراوغة ديمبلي تمريرة رائعة وجول ديمبلي وبيدري وجول هدف العاشر في 77 مباراة مع برشلونة بعد الهدف يحلى الأكل ويحلى الشرب والفرحة الكبيرة في مدرجات الملعب أزرانيا هنا المحاولة والعرضية وفي الجول نعم هناك الكثير في أسرارها وفي خباياها وفي أصدارها وها هو السر الأول يأتي بهدف من هنالك خطيرة بيدري جول التعديل في الدقيقة الثالثة من انطلاقة نيمار غافي في الجهة اليسرى محاولة بكرة هذا جنون يا برشلونة الماضي لك والحاضر لك وبكرة لك يا بارسا الله 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 كرة خطيرة فاتي جوردي عالدايا 1-0 1-0 بيدري 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 في المئوية مع البارسا وأخيرا يسجل البارسا وأخيرا يصل نيمار برشلونة فرانكي دي يونغ يلعب لرافينيو وخطيرة با 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 هذه لعبة من أروع ما يكون لأولاد برشلونة خطوات على طريقة التيكي تاكا ولكن في اتجاه المرمى